يقول صاحب المنازل أو المدارج: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف. والكلام لابن القيم رحمه الله شارح منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين. منزلة الخوف أو مقام الخوف رتبة أو درجة من رتب العبادة، ومقام ينزل به العبد في سيره إلى الله عز وجل، يكتسب منه صفات تبلغه بإذن الله إلى ربه عبر مركب الرضا، تبلغه إلى ربه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فشرط البلوغ إذن متوقف على الخوف، من أداة شرط، وجوابها يكون مؤسسا على الوجوب، أي أن جوابها لازم. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فتعلق الشرط بالمشروط وتعلق المشروط بالشرط هو تعلق لازم لا ينفكان، فإذا انفكا فلا نتيجة بعد ذلك من جملة الشرط إطلاقا. وبيان هذا المعنى أن الخوف المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية واعظا ومذكرا ومذكرا، هو صفة لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله حقا ويوقن باليوم الآخر أن يخلو قلبه من وجدان هذه الصفة. لا يجوز لمؤمن يعرف أن الله يراقبه ويرقبه، ويعرف أن مآله إلى الموت ثم إلى بعث وحشر وحساب يقف فيه على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، لا يجوز لمؤمن هذه عقيدته ألا يذوق من جمال الخوف في سيره إلى الله عز وجل شيئا. ومن هنا كان القرآن الكريم لا يفتأ يذكر عباد الله الصالحين بأن يخافوا ربهم: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمطلوب إذن أن نخاف ربنا، إنما الخوف المطلوب ليس هو كما هو شائع بيننا في الاستعمال العادي. الخوف التعبدي له ذوق وطعم آخر، ذلك الوجل الذي يصيب القلب حينما يذكر الرب حق الذكر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الوجل ما هو؟ هذا الوجل الذي هو صفة القلب المتحرك لا القلب الجامد، صفة القلب السائر لا القلب الراجع إلى خلف، بل السائر الصاعد عبر مدارج الإيمان إلى ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا قوله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، وأيضا قوله في صفة الأبرار: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نخاف، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. الآيات. الخوف إذن لنفهمه جيدا ونكتسب صفته يجب أن نقرنه بما قرنه الله به وبما فهمه سلف الأمة الصالح من معنى الخوف، وذلك أن الخوف يرد مقرونا بالرجاء، الرجاء كما في قوله عز وجل: إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالمؤمن يخاف ويرجو، ولا عبرة بخوف لا يقرنه رجاء، ولا عبرة برجاء أيضا لا يقرنه خوف. ومن هنا إذن نصل إلى أن الخوف لدى المؤمن لا يكون إلا مع رجاء، ولذلك صح أن نسمي هذه المنزلة منزلة الخوف والرجاء معا. أن تخاف الشيء يعني أن يضطرب قلبك جزعا وهلعا منه، فالخوف اضطراب القلب حذرا من شيء ما قد يؤذيك،
هذا على المعنى العام العادي. ولذلك فإن الخوف بهذا المعنى الدنيوي العادي قد ينفع وقد يضر، أما الخوف بمعناه الرباني فإنه نافع أبدا. وبينهما فرق كبير، الخوف بالمعنى المادي الدنيوي، الخوف اللي نستعملوه في الدارجة ديالنا وأيضا في العربية الفصيحة، لكن إذا كان متعلقا بخوف الأشياء في الدنيا، الخوف ديال العادة ديال بنادم، فهذا خوف إن جاوز حده كان مرضا. الإنسان بطبعه وبفطرته يخاف، طبيعة بنادم أنه كيخاف، طبيعة فطرة فيه، وذلك أنه لا يستطيع أن يمسك الحية بيده إذا كانت حية سامة فعلا، فهو يخاف منها ويخاف من الخطر أيا كان هذا الخطر، أي حاجة لخطر تخاف منها. ولذلك فإنه يجد في نفسه رد فعل مبعثه الخوف الفطري في الإنسان، رد الفعل بشكل تلقائي، يعني بنادم إلى التبهد كي تخلع بشكل تلقائي بلا ما يفكر أنه خصو يخاف، فهو أمر إذن وجداني فطري في الإنسان طبيعي. لكن إذا تحول هذا الخوف إلى مبالغة حيث أنه لا أكثر من القياس دياله يصبح مرضا حينئذ، كيولي مرض، وهو معروف حتى عند أطباء الأمراض النفسية، فوبيا. فمثلا قد يخاف الإنسان من الأوهام، هذا وسواس، ولا يكون هذا الوسواس إلا بسبب أن خوفه الطبيعي جاوز حده، يعني الخوف الطبيعي اللي فطري في بنادم كامل كيفوت القياس دياله، إلا فات القياس دياله كيتحول إلى مرض، فيصبح الإنسان بذلك مريضا، يخاف من كل شيء، أو كما نعبر بلهجتنا العامية يخاف من ظله، هذا مرض خصو يتعالج. فإذا مثل هذا الخوف، الخوف متعلق بالأشياء المادية، آثاره على النفس سلبية، الآثار ديال الخوف المادي يعني الدنيوي، الآثار دياله على النفس ماشي مزيانة، سلبية. فمن ذلك أنه يضعف الشخصية، شخصية بنادم كتضعف، ما كتبقاش عنده القدرة ديال المواجهة ويدافع على حقه، يولي خايف مكمش، ما قادرش يعيش بشكل طبيعي بين الناس. ومن ذلك أيضا أنه يصاب بالاضطراب في اتخاذ القرارات، ما كتوليش عنده قدرة يتخذ القرارات، يقول إيه في الأمور اللي خصو يقول فيها إيه، ويقول لا في الأمور اللي خصو يقول فيها لا، ما كتكونش عنده هذه القدرة، بل يفقد حتى القدرة على الاختيارات، يعني بحيث أنه إلا بغى يشري شي حاجة لراسو ما كيعرفش يشري، شمعت ما كيعرفش يشري، ما عندوش الثقة في نفسه، كيمكن ما يكونش عارف ديك السلعة، هذا ماشي هو المقصود، ولكن حتى لما يعرف كيخصو لابد شي واحد معاه يقول له هذه اللي مزيانة عاد كيقدر يرتاح، هذا مرض أيضا، اختيارات كيفقدها بسبب سوء التربية الذي قد يقع فيه غلو لدى الطفل منذ النشأ الأول المبالغ في التخويف، وهذا معروف في البيئة ديالنا مع الأسف الشعبية المتخلفة، أنه الطفل إذا بغينا نربيه ونخوفوه بالغول أو بوعو، وهذا مرض وخطير جدا، ما كنردولوش البال، ولكنه آثاره تكون سلبية جدا على شخصية الطفل بعده. فإذا الخوف من الأشياء ومن الإنسان ومن كل خطر مادي في الأرض إن بالغ أو فاق حده يصير أمرا مرضيا، يولي مرض، ولا تكون عواقبه إلا وخيمة على ذلك الشخص، وقد يفقد بعدها القدرة على العيش وسط المجتمع، ما كيبقاش قادر يعيش مع الناس، فينزوي وينكمش. هذه بعض آثار الخوف المادي العادي الراجع إلى العادات البشرية الاجتماعية. أما الخوف الآخر فليس عاديا، ليس راجعا إلى العادات، بل هو راجع إلى العبادات، وهو الخوف المذكور في القرآن، خوف يخالف الخوف الأول شكلا ومضمونا جوهرا وأعراضا، يعني المعنى الجوهري الحقيقي ديال الخوف المذكور في القرآن باعتباره عبادة مختلف اختلاف كبير على الخوف الدنيوي العادي الاجتماعي، والأعراض دياله يعني الصفات دياله والآثار دياله حتى هي مخالفة للخوف اللي يقع الإنسان في المجال الاجتماعي المادي. فأما الخوف المذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية فهو أولا خوف راجع إلى معنى غيبي، تتخاف من الغيب وليس من الأشياء المادية اللي قدامك،
ما كتخاف لا من إنسان ولا من حجر ولا من شجر ولا من وحش ولا من أي شيء ضار. ما دام الخوف عندك تحول من هذا المستوى إلى خوف متعلق بالغيب لا بعالم الشهادة، ولا يمكن أن يتحرك مثل هذا الخوف في قلب امرئ إلا إذا كان ممن قال فيهم الله عز وجل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إن لم يكن يؤمن بالغيب فلا يكون لهذا الخوف أثر في قلبه. فإذن أنت تخاف من الله والله غيب مطلق سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه عز وجل، وتخاف من عذاب ربك وعذاب ربك غيب مطلق لأنه يتعلق باليوم الآخر وكل ذلك غيب. فإذن هذا النوع من الخوف يرجع إلى ما؟ يرجع إلى الإيمان، ومن هنا لا يمكن أن يكون إلا خيرا كله، ما دام أنه خوف انبثق من قوة إيمانك بالله وباليوم الآخر فلا يكون بإذن الله إلا شفاء ودواء. أول أعراضه أنك تشفى بإذن الله من الخوف الأول. من خاف خوف العبادة نجا من خوف العادة، لربي كرمه بخوف الله وخوف اليوم الآخر كيبرى من خوف الإنسان وخوف الدنيا ويبرى من خوف الفقر ويبرى من الوسواس وينجو من كل ما يدمر أعصابه ويرهق حياته ويحطم شخصيته، ويتحول الخوف الذي كان بقلبه الخوف الدنيوي يتحول إلى أمن وسلام وطمأنينة وراحة. ومن ذلك قوله عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. من لطائف هذه الآية أن المؤمن حينما يجد خوفا في قلبه لله الواحد القهار ويكون لهذا الخوف أعراض أن قلبه يضطرب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خوفا من الله، إذا أحس المؤمن بهذا سبحان الله العظيم صرى في عروقه وفي بدنه أمن وسلام في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك سمي الخوف أيضا الخشوع. الخشوع العبد الذي هو من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذه الدرجة من الخوف هي التي تسمى الخشوع. فحينما تفيض العين دمعا ودموعا خوفا من الله عز وجل يعقب ذلك مباشرة سكون في القلب، يضطرب القلب لذكر الله، يضطرب قلبك يتزلزل لذكر الله، ثم بعد ذلك يسكن. يسكن يعني يجيه واحد النوع ديال الراحة والسكينة، كأنما هو ربيع من بعد شتاء قاسي، ويعوضك الله عز وجل لذة وراحة وجمالا وهدوءا تجده وتتذوقه بقلبك ووجدانك. وهذا كما يقولون مجرب ومسموع متواتر السمع عبر كتب المؤلفين من العلماء الصالحين. ومن كلمات الجنيد رحمه الله في هذا السياق عن دمعة الخشية إن العين بها لتدمع وإن القلب بها ليفرح. يعني الإنسان من اللي يحس بأنه أدرك لذة الخوف وجد لذة الخوف من الله لذة وإنها لا لذة، فالدمع يسيل من العين والقلب يعقبه بعد ذلك سكون وراحة وفرح بالله عز وجل. لما؟ لأنه بشر في القرآن، وجد البشرى. أوليس في مثل ذلك؟ قال عز وجل كما قلنا قبل وما ذكرنا قبل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذا أحسست بهذا الخوف ففيك، قال الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. والنظرة النظرة بالضاد جمال الوجه، نظرة نظر الشيء ينظر، نضارة أي جملة وصفا. والعود النضر أو الناضر ما شئت هو العود الطري الأخضر، هل ديك شجيرة
اللي كتكون نبتاجن بالمال حلو، تلقى الأوراق ديالها ريانة خضرة صافية والعود ديالها طري يسيل بالندى، هذاك العود كيتسمى عود النضر. فإذا هذه النضرة، نضرة التي يعطيها الله لعباده الصالحين، إنما تكون بسبب الرضا، رضا الرحمن. وإنما ينظر الوجه إذا عكس جمالا، كيزيل الوجه ملي كي يعكس الجمال، أقصد بحال المرايا ملي كتضرب فيها الضوء كتعود هي تضرب الضوء في جهة أخرى. والنور الذي يعكسه الوجه الصالح إنما هو نور الرحمن، أوليس في ذلك؟ قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد والأخرى اللي من وراها ناظرة، فهي نظرت فنظرت. وهذه الرؤية التي يثبتها العلماء في عقيدة السنة، أن المسلم المؤمن الذي يدخل الجنة قد يمتعه الله عز وجل بالنظر إليه سبحانه، وثبت ذلك بالقرآن وبأحاديث صحيحة مليحة ذكرها البخاري وغيره كثير. قد يكون لنا كلام حول النظر في الله عز وجل وإلى الله بعد، لكن اليوم نقف عند حدود ما نريد من معنى الخوف. فهذا الخوف الذي يقع بقلب العبد يبشره ولا ينذره، وإنما النذير حقا، النذير الحق هو للذي لا يشعر بشيء. أما المؤمن حينما يذوق طعم النظارة، يعني المؤمن من اللي يقرأ القرآن ويسمع السنة النبوية ويحس بالإنذار ديال الرحمن لعباده يوقع له الخوف، لكن هذا الخوف لا يدمره ولا يمزق أعصابه، بالعكس ينشر في عروقه الراحة والسرور، لأنه خوف مبشر، ولأنه خوف كما قلت مقرون بالرجاء، بالرجاء. وترجون من الله ما لا يرجو، فالكفار لا يرجون شيئا لأنهم يائسوا من اليوم الآخر، لا يؤمن الكافر بالبعث كما يائس الكفار من أصحاب القبور. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هم يائسون. أما المؤمن فلا ييأس، اليأس صفة الكافر. المؤمن يرجو، له طمع في الله رغم ذنوبه وعصيانه وشروده، كلما آب إلى الله تاب الله عليه، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء ما لم يغرغر وما لم تشرق الشمس من غربها. ما دامت الفرصة مفتوحة للتوبة فباب التوبة مفتوح لكل العباد وبكل أصناف الذنوب، لا ذنب إلا والله يغفره ما دام الإنسان حيا، فإذا مات فقد استثنى الله عز وجل من ذلك الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال المفسرون بعد الموت، يعني من بعد الموت هذا الشيء. أما في الدنيا حتى الشرك كيغفر الله تعالى، أولم يغفره لعمر بن الخطاب الذي سجد للأصنام زمنا من عمره، ولكثير من المشركين أسلموا وتابوا وغفر الله لهم ورضي عنهم أيضا، والرضا شيء أرفع من المغفرة. فإذن نطمع في الله ونرجوه سبحانه وتعالى، نرجوه بما؟ بخوفنا، باش نفهموا الرجاء ماشي هو تقول الله غفور رحيم وتكا كما يديروا بزاف ديال الناس، تقول له صلي يقول لك الله غفور رحيم، تقى الله ترك الخمر الله غفور رحيم، لا، إنما يرجو الله من يخاف الله، فهما مقترنان، لا يمكن أبدا أن يقع رجاء ليس معه خوف إطلاقا، لأن الرجاء إنما يتولد عن الخوف. العبد الذي يخاف ربه هو الذي يذوق حقا طعم الرجاء. فتلك البشرى إذن التي يبشر الله بها عباده سبحانه وتعالى، من أنه سبحانه يلقيهم النظرة والسرور يوم القيامة، يجدون لها الآن في الدنيا راحة البشرى، ما دام أنهم قد ظفروا بالخوف، فازوا أن وجدوا قلبا يخاف، يخاف ربه. وهذا النوع من الخوف قلت هو يشفي من كل الأمراض النفسية، من خاف الله حقا لا يمرض بشيء، لأن الأمراض النفسية كلها وبدون استثناء
مصادرها ثلاثة، ثلاثة المصادر كتجي الأمراض النفسية كلها وبالاستقراء التام، وارجع إن شئت إلى أطباء الأمراض النفسية، ثلاثة ديال الأسباب باش كيمرض الإنسان نفسيا. وهذه الأسباب يعالجها الخوف من الله كلها. أولها الخوف المادي العادي، إن الإنسان كيوقع له خوف تخلع من شي حاجة، وقع حدث فخاف خوفا شديدا وهو طفل أو كبير أو كيف ما كان، فهذا الخوف يسبب له مرضا يلي يسميه الفوبيا. قلنا قبل إنه يعالج بخوف الله. لما؟ لأن الإنسان حينما يخاف الله حقا، من اللي يخاف ربي عز وجل حقيقة، علاش خاف من الله؟ لأنه أيقن أنه هو سبحانه النافع الضار أو الضار النافع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، توقن بأن جميع أسباب الخوف المادي محكومة بأمر الله، وأن لا شيء إذن يخيف، لأن من يخيفك لا يملك الأمن لنفسه. هذاك اللي يخلعك هو ما عندوش الأمن لنفسه هو، وليكون من يكون بشرا أو حجرا أو شيطانا أو ما شيئا. حينما توقن بأن عدوك الذي أخافك ضعيف جدا مسلوب القوة، إذن مما تخاف ترتاح. يحتاج إلى يقين بخوف القلب من الرب وحده دون سواه. السبب الثاني من أسباب هذه الأمراض الحزن الشديد. الإنسان كيحزن حزن طبيعي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن، ولكن إذا تحول الحزن إلى جزع، الحزن نجانا الله وإياكم منه، إلى كبر في القلب ديال الإنسان ما كيبقاش حزن طبيعي، كيولي مرض، تما كيتسمى الجزع. جزع يعني صافي بنادم ما بقاتش قداه الدنيا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. ولا يكون هذا إلا لضعيف الإيمان بالقضاء والقدر. ماذا يحزن الإنسان في الدنيا؟ فقد أهل أو فقد مال، صافي. على ما يجزع وأنت تعلم أن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى؟ ولذلك طولب العبد بالصبر، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما طولب بالصبر؟ حتى لا يتحول حزنه إلى جزع. ما يمكنش تقول لوحدي وما تحزنش، لا بده يحزن. وما كنش اللي ما يحزن، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن على وفاة ابنه إبراهيم، والمؤمن المؤمن يحزن. علاش؟ لأن الحزن اللطيف من الرحمة، القلب اللي فيه الرحمة هو اللي كيحزن. فيحزن الإنسان لفراق الحبيب والمحبوب يحزن، ولكن لا ينبغي أن يجزع يطيش ويتقلب عينيه ويكفر والعياذ بالله ويقمش ويقطع هذا جزع، وهذا فقد اليقين في الله عز وجل، ولذلك لا يكون صاحبه إلا آثما والعياذ بالله. فإن رب الإنسان قلبه على الحزن المحمود وهذبه أن يصير إلى جزع، فسيبرأ بإذن الله من كل الأمراض التي تقع للإنسان بسبب الجزع. كثير من الشباب رجالا ونساء صابوا بعقد نفسية كثيرة بسبب الجزع، لو كان في قلبهم شيء من الإيمان الذي يثقل حركة القلب أن تحزن ولا تجزع لما أصيب بما أصيب به. السبب الثالث والأخير الوسواس. وهذا الوسواس غالبا ما يأتي، قلت قبل قليل، من سوء التربية. الإنسان اللي يخاف من الأوهام، يخوف وهو طفل من الظلام ومن الناس ومن الأشكال ومن الألوان ومن الجن، ومن يخوف حتى يصاب بالوسواس. والوسواس هو فقدان التوازن النفسي، وكيولي عنده مرض في حياته كلها، وهو الذي لا يستطيع اتخاذ القرارات فعلا بسبب الوسواس، عافانا الله وإياكم منه. هذا كله لو استطاع الإنسان أن يتعلق بربه من باب الخوف لنجا منه جميعا، لأنك حينما تخاف، وهذا واحد زائد واحد تساوي جوج، يعني يقين، حينما تخاف ربك حقا تأمن بعد ذلك كل شيء، حتى حاجة ما تبقى تخلعك، تأمن كل شيء، تأمن الجزع، تأمن الخوف المرضي، وتأمن الوسواس، وتأمن كل ما تفرع عن ذلك من الاضطرابات جميعا. تعلم
أن تخاف الله وحده تجد راحة كبيرة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حينما تحس وتستشعر هذه المعاني تجد ريح الجنة من أنفك، قد شم الريحة دي الجنة بنيفك شم وجدانية قلبية، وتجد راحة كبرى وأنت تسير إلى الله عز وجل بعبادتك له سبحانه وتعالى، وتكون حقا من العابدين حينئذ ومن الموحدين حينئذ. لأن من جمع الخوف كله وفرغه في خوف واحد كان موحدا، أما من خاف أشياء كثيرة فهو يعبد آلهة كثيرة، إن كان ذلك بشكل لا شعوري فهو الشرك الخفي، وإن كان بشكل شعوري إدراكي والعياذ بالله فهو الشرك الواضح الظاهر الجلي نسأل الله العافية. من اللي تبدأ تعتقد بأن هذه الحجرات ضر وتنفع هذا الشرك الأكبر، تخاف منها صافي. أما إن كان ذلك من غير طاقتك ما كتشعرش تكي يجيك ذلك شيء فهو إذن شرك خفي. استعذ بالله من هذا وذاك، ورب قلبك أن يتعلق خوفه به وحده دون سواه، وتجد راحة من كل شيء ولذة في السير إلى الله عز وجل. وهكذا ترى أن الخوف المادي العادي الاجتماعي لا يقود إلا إلى المرض، وأن الخوف العبادي أو التعبدي لا يقود إلا إلى الخير وإلا إلى الصحة وإلا إلى العافية وإلا إلى الأمن والسلام والطمأنينة في الدنيا وفي الآخرة. وما يزال العبد يخاف ربه وهو يجتهد في الأعمال ويشعر أنه يترقى فعلا، لأن المؤمن الإيمان يزيد وينقص، المؤمن من اللي بدأ يزيد الإيمان يحس به يشعر به في قلبه الطمأنينة والراحة اللي كتزاد عليه، ويشعر به في عمله. من اللي تشوف واحد العبادة من العبادات ثقيلة عليك وكتمحنك أدرك واعلم حينئذ أنك ناقص خوف، زيد شوي في الخوف، تعلم أن تعرف ربك حتى تخافه، لأنك لا تخاف إلا من تعرف. وهذا المشكل اللي وقع، لما لا نخاف الله؟ لا نخاف الله لأننا لا نعرف الله، لو عرفناه حقا لخفناه. ولذلك قال وأما من خاف مقام ربي، أي خاف قدر الله وجلال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له مقام عظيم وقدر عظيم، ما قدر الله حق قدره، حينما تقدره حق قدره، حينما تدرك أنه الله مالك الكون وخالقه وأنه متحكم فيك لا تتحرك إلا بإذنه ولا يتنفس فيك نفس إلا بأمره، كل دقات قلبك معدودة بعده سبحانه وتعالى محصاة بإحصائه، حينما تدق إنما دقت لأنه قال لها كن، وحينما تقف إنما تقف لأنه عز وجل قال لها كن، فتكون بالوقف كما كانت بالبدء، تكون الحياة بأمره ويكون الموت بأمره. حينما تدرك أن هذا كله إنما هو منه وتمضي في مدارج المعرفة، معرفة الله عز وجل، تعلم أن تعرف ربك حتى يحصل لك الخوف العالي. والخوف العالي هو الخشية، الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله. والعالم بالله هو الذي عرف لله قدره، ولا يعرف العبد لله قدره إلا إذا عبده وسلك إليه، فلا يعرف الإنسان ربه إلا من خلال العلم بالعبادة، العلم بالعمل، وليس العلم المجرد، العلم بلا عبادة تقرأ لن تعرف ربك أبدا، لأن الرب عز وجل إنما يشاهد ويعرف ويعلم بالعبادة. والمشاهدة هنا طبعا مشاهدة قلبية وجدانية لا بصرية. فالعبد إذن حينما يسلك إلى ربه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه قبله، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. والإدلاج في العربية هو السير بليل، أدلاج الرجل أي سافر بالليل، أتقبط القطار ديال جوج في الليل، أنت مدلج
وعملك إدلاج. ومن المقصود من خاف أدلج؟ طبعا ماشي اللي خاف من الله خصو يسافر بالليل. المقصود أن تقوم الليل، أن تصلي لله بليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بليل. والمقصود أيضا ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا أن تذكر ربك بليل، أن تقرأ القرآن بليل، أن يوقظك خوف الله بليل. لو حصل لك هذا إذن أنت من الخائفين حقا ومن الذاكرين صدقا. من خاف أدلج، ولأن عبادة الله بليل سير إليه، سير ورقي عبر مدارج الإيمان وعبر منازل السائرين إلى الله عز وجل. ويكسب الإنسان حينئذ صفات العلو، مدارج دروج كما ذكرنا في حصص سابقة. ما حدك تطلع درجة مورا درجة وانت كتعلى، وما حدك تعلى وانت تقرب لربي عز وجل. حتى قال عليه الصلاة والسلام: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأقرب صيغة تفضيل، أقرب مما كنت عليه قبله، فما زلت تعبد وأنت تقرب وتتقرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما في الحديث القدسي الصحيح. فإذا الخوف الذي يولد العمل هو الذي يقودك إلى الخشية، لأنك تعرف ربك حينئذ، تدرك جلاله وجماله سبحانه وتعالى، وتجد له عز وجل في قلبك محبة، محبة، لأنك حينما تعرفه وتدركه يغيب عن ذهنك كل جمال مادي دنيوي، ويغيب عن ذهنك حينئذ كل طمع دنيوي، ويتعلق قلبك بالله وحده تعلق المحب له عز وجل. لأن المحب لا يحب إلا إذا رأى، لا يعقل أبدا حتى في الاصطلاح الاجتماعي المادي البشري أن يقال إن فلان يحب فلانا أو فلانة وهو لا يرى ولم يعرف منه أو منها شيئا، هذا في المثال لا يعقل ولا يقبله المنطق ولا العقل. إنما يحب من رأى، فلا يحب العبد ربه إلا إذا رأى خصاله سبحانه في النفس وفي الآفاق، في النفس وفي الآفاق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا، فهذه الإراءة التي تراها إنما هي أنوار أسمائه الحسنى، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، وسائر الأسماء تتجلى أنوارها على الكون كله، فترى جمال ربك في كل شيء، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يريك قدرته وعظمته في كل شيء من حيث هو خالق كل شيء. فهو سبحانه منزه عن الأشياء، عال في السماء، لكن جماله وجلاله يراه العبد بصدق حينما يتدبر ويتفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. العبد المؤمن يرى هذه الأشياء ويرى النعمة الإلهية في نفسه وفيما حوله، وإذا رأى هذا أحب من ملك هذا. حينما ترى هذه الأشياء تحب من ملكها ومن أعطاك كل هذا. والإنسان مفطور على حب الخير، مفطور على حب الخير، والله منه كل الخير، الخير كله إنما هو من الله. فحينما ترى الخير الحق فإنك ترى آثار رحمة ربك فتحب ربك، وإذا أحببته وحدته حق التوحيد. وذلك قوله عز وجل في القرآن الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا، آمنوا أشد حبا لله، والصيغة صيغة تفضيل مطلق، أشد حبا. ما الحب؟ حركة القلب وميلانه إلى المحبوب. فإذا كان المؤمن أشد حبا لله فهو متعلق بالله، شديد التعلق بالله، ولا يكون كذلك إلا إذا عرف الله. وأن تعرف الله فقد بينا الطريق بما بينه رسول الله: من خاف أدلج. إنما هو بالإدلاج، ولا تستطيع الإدلاج إلا إذا أحسست بالخوف. واحدة تنتج عنها الأخرى، لن تحب الله إلا إذا عرفته،
لأن المحبوب لا يكون إلا معروفا. ولن تعرف الله إلا إذا عبدته، فبالعبادة تعرف الله. ولن تعبده حق العبادة إلا إذا خفته وحده. فالخوف بدء الطريق والبداية. من خاف بداية أدلج عبد وعبد بحق، أيقظه الخوف بليل يذكر الله ويسبحه، يقرأ القرآن، يصلي ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يوما أياما لا حد ولا عد ولا حصر ولا تخصيص، وإنما هو مطلق حتى لا نقع في البدع. خلي الأمر مطلق كما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بليل. علماء أصول الفقه والمفسرون أيضا الذين يدركون طبقات دلالات القرآن يقفون على مثل هذه المعاني. بليل نكرة مطلقة، نكرة مطلقة حتى لا يقع لها تقييد، فليست هي الليلة الفلانية بليل، ولا هي كل الليل، ولا هي أول الليل، ولا هي آخر الليل بليل، يعني بما استطعت أنت من الليل. نعم هناك أوقات بعضها خير من الآخر، ما في ذلك شك، ثلث الليل الآخر أفضل الليل على الإطلاق، ولكن قيل لك بليل فعسى أن تقوم أول الليل خير من أن لا تقوم لا أوله ولا آخره. قيل لك بليل. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد يوما ووجد حبلا ممدودا بين ساريتين، واحد الحبل مشدود من هذه السارية لهذه السارية على سبيل المثال، فقال لي: من هذا الحبل؟ قيل لزينب رضي الله عنها: تقوم الليل فإذا تعبت شدت فيه مش مطيش بالنعاس. قال: حلوه، قلعوه، حيدوه، وليقوم أحدكم نشاطه. نشاطه أي استعداده، ما حد عنده القوة والرغبة، فإذا تعب أو كسل فليرقد. فإنما طلب منك طاقتك وفوق طاقتك لا تنام، ولكن المشكل هو خبث النفس. ما خبثها؟ كسلها الزائد، وجدلها الزائد، وأملها الكاذب. الإنسان اليوم غضى، اليوم غضى، اليوم غضى، أمل كاذب حتى ينتهي الوقت كله ولا تحين مناص. والكسل الزائد أن الإنسان يثقل دمه وتخبث نفسه، ليس لتعب أبدا وإنما لبعد عن الله. فلو اقترب العبد من النور لاستنار، اللي قاعد في الظلام بعيد لا في الظلام، فيكون في الظلام ووجهه مظلما، هو برسوم ظلام، لأن الأجسام إنما تدرك في النور. ولو اقترب الإنسان إلى النور لوجد النور، هو يشوف النور ثم يصبح هو منيرا، هو نفسه كيولي نور. لما؟ لأن وجهه يعكس النور. وفي الحديث: اللهم أعطي قلبي نورا، واجعل من فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يمين نورا، وعن شمال نورا، واجعل من أمام نورا، ومن خلف نورا، اللهم أعطني نورا. وإنما النور نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، هو النور الحق ومصدر كل النور الذي ينير القلوب والأنفس. فمن بعد بعد في الظلام، ومن قرب أنار واستنار. استنار هو كدوى، وأنار هو يضوي. والمؤمن ينير حقا، الفرد الصالح في الأسرة ينير الأسرة كلها، المؤمن الصالح في الحي ينير الحي كله، ينيره سلوكا وقدوة وموعظة وذكرا وشكرا. من هنا إذن مفتاح كل هذا أن تخاف ربك، أن تخاف ربك. وحينما تخاف ربك إذن يكرمك الله عز وجل بالرجاء. حتى إن ابن القيم رحمه الله ضرب مثالا جميلا بديعا للعبد الذي أدرك هذا كله، فقال: كأن المؤمن طائر يطير. مثل المؤمن بواحد الطير طاير، جناحه الأيمن خوف الله، وجناحه الأيسر رجاء الله، ومركبه الذي يسير فيه، الفضاء الذي يسير فيه، محبة الله. فالخوف سائق والرجاء حاد، وبينهما فرق. الخوف سائق
والسائق باش كيسوق بالعصا، اللي يسوق البهيمة أعزكم الله يسوقها بالعصا، ففيه نوع من الفزع، الخوف سائق والرجاء حادي. الحادي عند العرب هو اللي كيسوق الجمال بالإنشاد، يسوق القافلة بالإنشاد، وهو الذي يسمى الحداء، لأن طبيعة ديال الإبل أن من اللي كيبدأ يغني لها الإنسان كتسمع الكلام الجميل وكتنشط في الحركة وتمشي مزيان، وهذا معروف في البهائم، حتى الذين في البادية من اللي بغي يسقي البقرة كي يغني لها أو يصفر لها فتشرب مزيان، وهذا مشاهد. فكذلك كانت العرب تحدو الإبل. ما معنى تحدو الإبل؟ تسوقها بالأشعار والإنشاد والغناء، يغنوا لها باش كتنشط وتمشي مزيان. فكان الغناء عند العربي بغير آلات الموسيقية طبعا يسمى الحداء. فإذا هذا اللي يسوق الجمال بالغناء، يعني الجمال كتمشي فرحانة، ولذلك شبه الرجاء بالحداء، حتى إن ابن القيم رحمه الله كتب كتابا سماه حادي الأرواح. حادي الأرواح، الأرواح التي تروح إلى بلاد الرواح يحدوها ذكر الله عز وجل. إذن كان الحداء يقود العبد قيادة فرح ويسوقه سوق نشاط وفرح، ولا يكون الحداء إلا نتيجة للخوف، الخوف من الله حقا. من هنا إذن تبين في خلاصة الأمر أن من أدرك الخوف التعبدية أدرك الخير كله، خير الدنيا وخير الآخرة، وسار إلى الله بشوق، لا يشعر في عبادته بملل ولا في طريقه إلى الله بكسل. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من الخائفين حقا، ويجعلنا من الصادقين حقا، ويجعلنا من الذاكرين حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم ارحمنا أجمعين. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى النبي الأمين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وغفر الله لي.